السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس الجديد عندنا lesson 5. how often كم مرة، يعني شو أقصد بها؟ عندنا طبعا هنا عندنا ملف استماع، هنا نفسنا ذني عندنا always دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes أحيانا، never أبدا. هنا ظروف التكرار تأتي مع المضارع البسيط. شوف أعزائي، هسه أنت حدث معين، الناس تقول يقصد كم مرة تسوي الحدث أو العمل أو الشغلة، يعني بس هذا ليش مخلي لي هاي الدائرة وكلها يعني باللون الأخضر؟ شوف هذا هم لون أخضر بس هذا مظلل شوية، هذا بي خفيف، هذا لا أكثر، هذا أكثر، هذا ماكو أصلاً، الأخضر ماكو. حتى علمك شغلة عزيزي الطالب، يعني أنت دائماً تسويها للشغلة على طول، always دائماً، زين عادة تسويها، عادة مو على طول، مو دائما، عادة. شوف غالبا، غالبا يعني تقريبا بالنص يعني، اوكي. sometimes احيانا، نوبات اسويها للشغلة، never ابدا ما اسويها نهائيا. هاي ظروف تكرار، اوكي، وهاي المربعات اللي عفوا الدوائر حتى تدليك على هذا الشيء. زين، these words are called adverbs. هذه الكلمات تدعى ظروف. Can you work out what they mean? هل تستطيع أن تكتشف ماذا تعني؟ طبعا احنا ترجمناهن. زين. Listen and read what Nader is saying. استمع وقل ما يقول. استمع واقرأ ما نادر يقوله. Complete the rule واكمل القاعدة. طبعا عندنا هذا نادر. اوكي. اكمل القاعدة. القاعدة هاي كاملة عندنا هنا. لنشوفها هنا، نعطيها شوية زوم ونشرحها. هنا عندنا نادر ايش دا يقول؟ يقول my father always has a rest after lunch. ابي دائما يعني ياخذ راحة، ياخذ استراحة بعد الغداء. لاحظ always. I usually do my homework after lunch. أنا عادة أقوم بأداء واجب البيت بعد الغداء. I never have a rest in the afternoon. أنا أبدا ما أخذ استراحة في المساء. I often watch the television for an hour. أنا غالبا أشاهد التلفاز لمدة ساعة. Then my brother and I sometimes play a game. ثم أنا وأخي يعني أحيانا نلعب لعبة. هنا أعزائي هاي طبعا ظروف التكرار وموقعها بالجملة، بس انتبه لي عزيزي الطالب، لاحظ هنا إذا كان هنا الفعل الرئيسي، هنا هاي من أفعال، طبعا هنا أفعال كينونة وهنا أفعال رئيسية. لاحظ أنه هذا الفعل has، الفعل do، الفعل have، watch، play. شوف ظرف التكرار وين يجي؟ قبل الفعل، ما بين الفاعل اللي هو أول كلمة، الفعل ثاني كلمة، ظرف التكرار إجا بالنص ما بين الكلمة الأولى و يعني الفعل، فيكون حتى للدوخ ظرف التكرار يأتي قبل الفعل الرئيسي. هسه نفتهم، تمام؟ زين. Of course Fridays are different. بالطبع أيام الجمعة تختلف. We are never at home. نحن لا نكون في البيت أبدا، أبدا ما نكون في البيت. We usually go to the park. نحن عادة نذهب للمتنزه. We always go to our grandparents' house after. نحن دائما نذهب إلى يعني بيت جدنا، أوكي، بيت جدنا بعد ذلك. طيب هنا ايش دا يقول؟ شوف لاحظ هناك وشغلة، احنا ايش قلنا؟ هاي القاعدة هاي هنا، لاحظ هنا الفعل go، الفعل go رئيسي، أوكي. لاحظ هنا ظرف التكرار يجي قبل، ظرف التكرار يجي، ولكن إذا كان الفعل من أفعال الكينونة، يعني عندك ال is والأم والآر، is أم آر، الظرف التكرار يجي وراء، يعني is never مثلا، is usually، I am always، عرفت قصدي؟
هاي ببساطة حتى القاعدة هذه جوا اللي هي لاحظ هنا يقول لك الظروف هذا اللي نفسنا قريناها ماكو داعي نقراها مرة ثانية. put them after the verb be لاحظها يقول نضعها بعد الفعل be الverb to be فعل بعد هاي اللي أنا شرحت لك إياها هنا هذه اللي هي هذه أوكي. with other verbs مع الأفعال التالية نضعها between بين the subject الفاعل and the verb والفعل. sometimes أحيانا we put these words at the beginning of the sentence أحيانا نضع هذه الكلمة في بداية الجملة sometimes okay. تمام نضعها في بداية. قبلوا تحياتي وإلى اللقاء.